استاذ مصطفى كان قال لي على ملاحظه. ايوه مش كده يا مصطفى باشا؟ اتفضل يا باشا. كنت قال لي يعني عايزين القعده تبقى قعده فنيه موسيقيه. الصح عملنا قبل كده القعده دي وكان فيها محمود. لا ما كانش فيه. لا كان علاء كرمان ومحمد فوزي. علاء كرمان ومحمد فوزي الله يرحمه. ايوه مظبوط. وانت ومحمد صلاح. محمد صلاح كان فين بقى القعده دي؟ هنا في نفس القعده دي كده. كان علاء كرمان ومحمد فوزي الله يرحمه. محمد فوزي الله يرحمه ده جميل. ايوه ملاك. ده حبيبي. هما الاثنين. وكان مين تاني؟ واللي هو عادل واللي هو زميله محمد صلاح. مش اللي بيلعب كوره. لا ده لواء جيش مش محمد صلاح بقى. انا ما رضيتش اجيبه بقى مكان سيد مشعل. يا ريتك جبته. لا كان هيعمل ايه؟ انت قلت العدد محدود. هنعمل ايه؟ المهم فالملاحظه ايه؟ قال لي ان يعني عايزين القعده تكون ايه؟ فنيه موسيقيه. ولو حد يتكلم اصل علاء بقى قاعد مسك العود وقعد يوصف ويتكلم. قال عايزين الكلام يكون يعني الوقت خد وقت كتير. معلش بس الحكايات بتاعت بابا دي حاجه مهمه. خلاص بقى هم مع بعض هم بقى يتصرفوا. لا هم كانوا بيتكلموا عن كانوا بيتكلموا عن الكلام اثناء العزف. لا طبعا. لا الحكايات حضرتك تقصديها دي انا فاهمها ودي اللي هحكيها من واقع خبرتي او من 50 سنه في التعامل مع الصغيرين. لكن هم كانوا بيتكلموا على سبب مش عارف ايه حاجه مالهاش علاقه بالموضوع ولا تهم المستمعين ولا تسجل في في في, في تاريخ مثلا النقد الفني او التعليق الفني. حاجه روتينيه مالهاش كلام. المهم اللي انا عايز اقوله للاستاذ مصطفى بطوب سالته في السر من ورا قلت له ما تقولش للكابتن محمد السؤال اللي هساله لك. انت متاكد ان هنعزف في بيت مع الحفظ الالقاب رياض الصنباطي؟ قال لي ايوه بيت رياض الصنباطي. فانا لما جيت هنا حسيت ده بيت الكابتن محمد. وبارك طبعا يشرفني وسعيدني. انا اقول لحضرتك حاجه. هو اللي باقي من السفره والصالون انا محتفظه بيه بكل شهاداته. فين الصالون؟ هوريك كل حاجه بس لما تاخد نفسك. طيب الحمد لله. بص البيت ده الشقه دي الاستاذ رياض الله يرحمه ساكن فيها اول ما سكن كانت عماره دي لسه بتتبني. ايوه بس مش كلها. هنقول الكلام ده خلاص. كانت دورين كانت دورين وكملوها عماره كده بس باختصار يعني. فالثلاث ادوار اللي اتبنوا جداد دول احنا ابويا اشتري اجر الشقه دي مش تمليك ايجار. جاء هنا سنه 76. ايوه سنه ايه؟ 76. وتوفى فيها سنه 81. ايوه يعني كام سنه؟ 15 اربع سنين خمسه ست سنين 86. طيب يعني هو عاش هنا يا استاذ. ايوه خمس سنين. لا بس انا عايز البيت اللي انا لعبت فيه وانا صغير ده اللي عايز اقوله. 80 81 خمس سنين. العربيه السوداء اللي كان عنده زمان دي موجوده. دي اللي كان بياخدني فيها من الكونسرفاتوار سنه هو كان بيدرس 63 انا واحمد الله يرحمه. ويجي بقى عند الفيلا دي ماسكه ابو بكر خيرت. ابو بكر خيرت الله يرحمه. ايوه وكان كان محمد حجاج وكان صغير وكان الخواجه بتاع امبرتو برونو. هو مهندس اصلا مهندس معماري. هو اللي صمم المعهد. هو ده المعهد ده غريب جدا. نعم المعهد ده الكونسرفتوار ده اللي صممه عفريت. يعني انت لو حضرتك قاعد في الاوضه بتكسر الدنيا مفيش حد سامعك عشان هو مهندس عازل صوت وعامل اللي هو معهد الموسيقى الكونسرفتوار اللي في الاكاديميه اللي دلوقتي مكانه مدينه الاعلام. لا هي زي ما هو. لا الكونسرفتوار زي ما هو زي ما هو. هم جددوه يعني جددوه بس من بره. انما فعلا الحته الصغيره دي كده الموسيقى اللي اديتهم الرخصه بتاع تجديده الفرنسيس. الفرنسيس ده بتاع الملك فؤاد. الانتيكا ده الاصل ده اول ده لحد دلوقتي جددوه بقى مسرح وبقى حاجه فعلا مسرح وجميل ومعهد برضه زي ما هو بيدفع فلوس وكده. بص يا وائل انا ببص على المكان هوريك يا وائل. ابويا قاعد هنا من 79 ل 81. ماما الله يرحمها قعدت بقى بعديه لحد 94 توفى في البيت ده. ايوه 94 العبد اللي لاجي ليه؟ لان اصحاب البيت عايزين الشقه طبعا. توفى قال لك مراته قاعده كانوا واخدها ايجار هم عايزين الشقه. ايوه فبندور على العقد. ايوه فاكتشفت اكتشاف عظيم جدا. أي. اللي اكتشفته الحقيقه يعني مراتي لان حمايه كان قايل لي انا كاتب الشقه هو كاتب الشقه دي باسمي. مين هو انا ما اعرفش. المرحوم رياض الصنباطي. ايوه كاتب اسمه من غير ما يقول. هو سنه 76 كتب العقد وباع الفيلا وخد الشقه دي ايجار. ايوه وراح كاتب العقد باسمي انا ما اعرفش حاجه. وانا سنه 76 وهم في الفيلا سافرت السعوديه قعدت خمس سنين في جده ومراتي معايا. اول اجازه نزلها بعد خمس شهور كانت الفيلا اتباعت وجيت على الشقه دي كانوا سكنوا فيها.
سليم ولا اعرف حاجه. وماما قعدت لحد 94 وكده، واحمد كان ساكن هنا وبعدين انا اتجوز وراح فين وجيب منين وبعدين لقيت العادي اسم انا. نعم لا مش احمد انا رحت له معادي مره. لا احمد انا وسيد مش لا مش معايا لا احمد الهرم جنب فندق سياج جنب فندق سياج لازم فندق سياج. يعني المرحوم رياض الصنباطي اول واحد سكن هنا في العماره هنا اول ما الشقه دي كانت لسه بتتبني صاحبه العماره هنا كانت انا كنت معاهم بتقول له حضرتك تختار الشقه اللي حضرتك عاوزها هي اللي بتقول له يعني الكرامه دي كانت فرحانه جدا جدا ان هو خد في الثاني ولا في الثالث قال انا عايز اسكن فوق فوق عشان لا عشان تهويه. ربو كمان ربو احنا الفيلا سابها ليه دي فيلا كانت قصر مش فيلا ايوه ام كلثوم يعني عبد الوهاب اللي فاكرين ان هما في بينهم اتحاد عبد الوهاب ده كان صديق جدا وكان يكلم ابويا وده وانا كبير سامع الكلام ده يا برود يقول له ايوه يا عبد كانوا يقولوا لبعض كده يقول له يا برود انا عايز الاكله بتاعتي يقول له حبيبي يا عبد تعالى اوعدكم بتسجل الكلام ده. فالمهم كانت الاكله بتاعته حمام مخلي حمام مخلي ايوه الطباخين بتوع زمان الطباخين بتوع زمان كانوا لما يجي المخدم يطلب طباخين ابويا وامي بقى زمان قوي سنه 50 و55 يجي الطباخ كنت بتشتغل فين انا كنت مش عارف عند مين باشا انا كنت فين بتاع ده فبيعملوا اكلات بقى ايه زمان كان مش عارف الشركسيه الديك اللي مش عارف ايه حاجات بقى بتاع زمان دي تسالوه يعملوا له انترفيو كنت فين وبتعمل ايه وبتعمل ايه. المهم كان يعمل حمام مخلي الحمام مفيش عظم خالص كوره لحم وفيها الرجل بتاعت الحمامه دي كده زي عشان تمسك منها متغطيه بالورق الفويل اللي اياميها ما كانش حد يعرف يعني ايه فويل ما كانش موجوده الا عند المنسه توماس البقالين الغربيين فعبد الوهاب وام كلثوم والناس دي كلها كانوا بيجوا الفيلا دي الله يرحمهم بس فانا بقى القضايا رفعوها في المشكله ايه بقى هم فاكرين ابويا معروف ان اسمه محمد رياض الصنباطي ايوه اسم الشهره رياض الصنباطي لكن هو اسمه مزدوج اسمه محمد رياض يعني انت محمد رياض الصنباطي محمد رياض محمد الصنباطي لان جدي محمد الصنباطي ده جد ابويا فالمهم هم قدموا ان محمد رياض الصنباطي الفنان الصغير توفى ومراته توفت سنه 94 عايزين الشقه فانا رحت قدمت العقد بتاعي محمد رياض الصنباطي العقد اللي هم العقد اللي هم مقدمينه محمد رياض الصنباطي بس هم مش واخدين بالهم هم قال لك هو ده اسمه محمد وهو الاستاذ محمد رياض هو محمد رياض الصنباطي بس الكلام ده فين في البطاقه والعقد وفي الباسبور وبتاع انها في العقد محمد رياض الصنباطي فاكرين ان هو ده اسمه ده اسم انا لما رحت بقى جبت قاضي فكان ابن الملعونه ده قاعد يستغلني ويعمل قضايا ويكتب بتاع قد كده والقاضي يشوفها يلاقيها طويله يقول اجلت لجلسه كذا اجلت لجلسه كذا اخر ما زهقت رحت رايح انا فحضرت دخلت جوه فالقاضي بيقول لي ايوه قلت له انا حاضر انا فلان حاضر عن مش مع المحامي يعني قال طب اتفضل حضرتك بس في عجاله قلت له لا حضرتك هو شاب صغير ثلاثه قاعدين جنب بعض كده مش زي بتاع اللي بتيجي في التلفزيون المحكمه الفخيمه دي مكتب كده اوضه كده في المحكمه ثلاثه قاعدين جنب بعض كده هم دول القضاة قلت له لا سيادتك بقى انا اكبر منه في السن يعني قلت له سيادتك بعد اذنك تطول بالك معايا عشان القضية اللي بقالها سنتين دي انا خلي سيادتك هتخلصها واحنا واقفين دلوقتي فابتدى قال لي طب اتفضل قلت له طب انا مش هضيع وقت حضرتك خالص مش هتكلم العقد اللي قدام حضرتك اللي هم مقدمينه في قال لي انا عارف قلت له يا فندم بس ما انا قلت لك اقراه قال لي ايوه محمد قلت له تمام قلت له طب والعقد بتاعي انا اهو ده ايه قال لي ايوه ما هو قلت له طب تمام خلاص قال لي بطاقتي بقى قلت له بطاقتي اهي محمد رياض الصنباطي الباسبور بتاعي مصر محمد رياض الصنباطي مصر الطيران انا طيار في مصر الطيران الكارنيه بتاعي محمد رياض الصنباطي خلاص قال لي ايه كده بقى قلت له حاجه ثانيه بقى قلت له دي البطاقه بتاعت الوالد البطاقه العائليه زي الدفتر دي قلت له اسمه محمد رياض الصنباطي وده باسبور هو ما صدقنيش محمد رياض الصنباطي الحكايه دي فالراجل بس اول ما كتب العقد جه وقال لي كتبت العقد باسم جوزك يا روح روحي بس قصه غريبه كده يعني واتحكم لي في الاخر نقعد انا اهو
وفي اخر الكلام ده كله عارف سنه احنا في 24 دلوقتي وائل جابي ده غريبه فعلا. حياك الله. يعني انا كنت فاكر هو عايش لغايه اخر وقت في القصر او الفيلا. لا 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 76 هديك التاريخ. طب انا عايز اسجل الحقبه التاريخيه دي ممكن؟ قول لي هو جه هنا سنه كام؟ قول لي بس 76. وكان جاي مبسوط ولا جاي غصب عنه؟ مبسوط. الدكتور يا حبيبي بص نسيت اقول لك دي لا ما تسجلش. طيب الدكتور كشف كان عنده الرب كان عنده البخاخه دي اللي مسك المقلوب دي في المهم الدكتور شافه قبل الاستاذ رياض دكاتره حبايبه بقى يعني ابويا الله يرحمه كان انت عارف يعني قال له استاذ رياض انت الوضع لازم تبعد عن التراب وحبوب اللقاح تحت الشجر وانت الفيلا بتاعتك كلها شجر وبعدين انت دور ارضي العربيات يعني لازم تبعد فقال له لازم فجينا سكن خد الدور الرابع ده كان نادي الشمس ده لسه صحر. جبل صحرا الرابع اللي في 76 هو اختار لا شجر ولا تراب كان الكليه الحربيه ومطره بس بس برافو عليك انت ما شاء الله عليك كنا زمان جنها كنا بنيجي نضحي الكليه الحربيه دي كسور لغايه ما نيجي انا فاكر جالي ضحي كسور ما كانش في حد ولا شوارع ولا نادي ولا اوتيلات ولا جسر السويس ده كان زرع متهيألي الناحيه الثانيه كان زرع جسر السويس ده عين شمس والحته دي كان زرع بس دخل في ميه طب شيل البطاريات بتاعته بس شيل البطاريات شيل هو انت جربته؟ لا لسه